عليك اقسم بالله وحياة ربنا ما فاهم انت عايز ايه يعني. يعني ده انت اقسم بالله لو جايب مدرب من دوري درجة 15 مش هيخسر ستة، مفيش حد في العالم بيعمل كده. 6-1 ليه؟ في ايه؟ وتخسر من مين؟ وانت بتلعب مين يا عم الحاج؟ انت بتلعب توتنهام يا عم الحاج. هتقولي توتنهام فشيخة وجامدة ومش عارف ايه، يا عم ارحمني. مورينيو اصلا كان بيعرج والله العظيم، مورينيو انت عدته للحياة مرة اخرى لما انت خليته يكسبك بالطريقة دي. 6-1 في ايه يا عم؟ رايح على الجون شايط شوطين طول الماتش، شوطين اون تارجت طول الماتش. انت بتفكر ازاي وجعان بالله عليك وحياة ربنا؟ ما يطلعش حد مانشستر، انا مانشستر هو زيكم وبحب مانشستر يعني. بص مش لازم اقعد اتكلم وزايد ماشي، فما حدش يطلع يقول لي لا اصل احنا الطرد اثر علينا. طرد ايه يا باشا؟ انت قبل الطرد اصلا متشاط عليك 12 شوطه منهم مش عارف يا 4 ولا 5 على الجون قبل الطرد. لو بتبص على الاحصائيات يا فندم، خش كده على اي موقع بتاع احصائيات واتفرج كده وشوف وقابل، اتفرج على الاحصائيات قبل الطرد اصلا. طرد يلبسك 6 يبقى انت فرقه فاضيه، في فرق بتلعب 10 وبتكسب. 6-1 ثلاث ماتشات داخل فينا 11 جون، عندنا شوربه ورا ورايح تعمل لي الصفقات اللي انت عملتها حركه حاجه دوني فان دي بيك. طب بتعمل بيه ايه؟ لا بقى قعدوا احتياطي. قعدوا احتياطي ليه؟ عشان بس ياخد على التيم. تيم ايه؟ جايب دوني فان دي بيك تعمل بيه ايه؟ يعني يعني انا بقولش ان هو وحش، انت جايبه تحطه فين؟ يعني هتحطه طب ما تلعبه يعني نزله. ما هو انا عايز العب بارتكاز دوني فان دي بيك، ما العبش ارتكاز ولا هو ولا بوجبا. طب جبت امه ليه؟ يعني انا اقسم بالله اللاعب يا جدعان على دماغي وزي الفل وعظمه وبرنس، اجمد برنس في العالم دوني فان دي بيك، احسن مني ومن كل حاجه ماشي. عشان محدش يقول لي دوني فان دي بيك انت ما بتفهمش، هتحطه فين بقى؟ انت كنت عايز ارتكاز، حد ارتكاز، حد بيلعب مكان كانتي مثلا، بيلعب مثلا مكان ماتيتش، ماتيتش اللي خلاص شطب يعني، عايز مدافعين مكان بدل لينديلوف اللي راح لابس لي فستان. فين ايام فيرديناند، ايام فيديتش، ايام الناس دي؟ اقسم بالله ما فاهم وحياة ايه الاخره اللي بشوفه ده. انا مش متعود اتكلم بالطريقه دي والله، وما بحبش اتكلم بالطريقه دي، بس حاجه مستفزه. ايه القرف ده؟ 6-1، ست الفراخ تكسبك 6-1؟ 6-1 انت متخيل؟ ولا انت مش مستوعب معايا، ولا انت مش فاهمني، ولا انت نايم مني وانا بكلمك؟ مش عارف والله، انا مش عارف اقسم بالله، انا مش فاهم يعني. الموضوع مستفز، الموضوع رخم تقيل، انت مش متخيل الموضوع ده يعني. يعني الناس اللي بتحب مانشستر او واحد بيشجع المانيو مش هي يعني مش عارف هتنام، مش عارف والله يعني. مفيش رد يعني، ان انت ايه مفيش رد. جوزيه مورينيو اللي بيلعب بارك ذا باص وبيقفل دفاعيا رزعك 6، يبقى انت ما جيتش اصلا، انت مفيش. عامل لي فيها ذا سر اليكس فيرجسون، تيجي ايه في سر اليكس فيرجسون؟ اقسم بالله ما فاهم. ايه يا حاج سولشاير في إيه؟ والاداره لا واثقه فيك تمام، سولشاير معجزه. طب فين الصفقات اللي عملناها؟ جبنا دوني فان دي بيك يا معلم، انت عايز ايه؟ او بعدين الشوربه اللي ورا دي في ظروفها. فين الاسترايكر بتاعك؟ مين استرايكرك؟ مين الاسترايكر بتاعك؟ مارسيال وساعات بلاعب ايجالو وساعات بجيب راشفورد مكانهم. فين الاسترايكر راس الحربه اللي جوه الصندوق في ال 18 الفينش بتاعه عالي وبيخلص؟ فين؟ ما انا بحاول مع كافاني. طب جه بيقولوا ايه يعني؟ طب فين الدفاع؟ ايريك بيلي يا عم او مين؟ وليندلوف يابا، بجد اقسم بالله وحياة ربنا انت مقتنع؟ فرق كلها دفعتها ما شاء الله وانت مقتنع باللي بتقوله؟ ايه القرف ده؟ امتى هنفوق؟ والله ما فاهم امتى اداره مانشستر هتفوق؟ امتى الحاج ايد وودورد اللي جامد زحليقه هيفوق؟ انا مش فاهم. هو سولشاير دفع عليك، هو ماسك عليك زله يا عم، دفع لك فلوس يعني، ايه بينك وبينه؟ مش فاهم اقسم بالله. هنفوق امتى يعني؟ سير اليكس فيرجسون بيدعم سولشاير والله العظيم يا بجد. انا بدات اتضايق منك يا حاج سير، يا حاج اليكس بتدعم مين يا عم الحاج؟ ما الموسم اللي فات يا عم ظبط لك الاداء وطالع من الاربعه الاوائل. ما احنا هنخرج بفضيحه في التشامبيونز، خلي بالك يعني. انا مش مبسوط، هنخرج بفضيحه في التشامبيونز باللي احنا بنشوفه ده اقسم بالله، بنفس الفرقه، بنفس الناس دي بالمدرب ده كده زي ما احنا. لو فضلنا زي ما احنا هنخرج بفضيحه من التشامبيونز يعني. يعني انت مش متخيل، يا ريتنا ما كنا دخلناها، كنا نخش يوروبا ليج ولا ما نخشش اصلا. انا مش عارف والله العظيم، انا مش عارف يعني، انا مش فاهم يعني. المفروض انا كنت طالع احلل معاكم الماتش، حلل الماتش ايه يا جماعه؟ حلل جماهير مانشستر تروح تحلل سكر، تحلل الماتش مين يابا؟ حلل الماتش فين؟ انا اعتقد معامل مصر هتبقى عامله عروض دلوقتي على لجماهير مانشستر فقط، اللي هو تحلل سكر في خصم، لان هيبقى فيه اقبال تاريخي. ايه يا جدعان؟ مش كده يا جدعان، بعد الشر عن كلكم والله، مش قصدي بس حاجه تخنق يعني. نازل ماتش وبتلعب هوبا جبت جون في اول دقيقتين، اوف. انا قعدت كده بص، رحت راجع لورا كده قلت يا 9-0، ويا ريتني ما قلت. انا لقيت نفسي باخد ديني 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 ولا في مفيش هوب، واحد اتنين سون اللي كنت في الفانتازي شاريه
كاتبين لي 25% تشانس بلاينج، يعني نسبة انه يلعب 25%. امال لو كان 100% كان عمل ايه؟ كان كلنا. مش عارف اقسم بالله، يعني انا اجيبها منين ولا منين؟ كين جونين وسون جونين واوريه جون والحاج ندومبيلي جون، وانا كنت ناقص اجيب جون، ومورينيو كان هيجيب جون، ومش عارف مين هيجيب جون. انا مستني اتفرج على مورينيو في المؤتمر الصحفي مع سولشاير هيعمل ايه. يعني بجد انا متوقع اللي هيحصل ومتخيل اللي هيحصل، ولكن اعتقد مورينيو المره دي هيكون على عكس المتوقع، يعني مش هيهاجم حد ولا هيقول حاجه، بالعكس هيكون سهل لين كده عشان ما يزعلش جماهير مانشستر اكتر ما يزعلانا، يعني فاهم، عشان يندمنا ان احنا مشيناه بجد. يعني انا بص، انا بعشق مورينيو بس مش ندمان ان احنا مشيناه تماما يعني. لكن غير سولشاير بقى، ما انت عندك ناس متاح، هات بوتشينو بتاع توتنهام بتاع الفراخ اللي كانوا رموه قبل كده، كان ممكن ارجع اعجنهم. ما تجيبوش ليه؟ ما هو متاح وقاعد فاضي، متاح الراجل والله العظيم. وقعت مش هقول لك اي حاجه تانية على فكره، انت بالمستوى ده اقسم بالله فرق الدوري الانجليزي هتدوس على وشك رايح جاي، هتسفلتك لما تقابل باقي الفرق ذهاب وعوده بقى. انت لسه بقى ذهاب فاضل لك بص مين، وبص في العوده فاضل لك من بص. السنه دي ليستر سيتي فشيخه، بغض النظر خسرت النهارده 3-0 بس هي جامده. ايفرتون بتطير، ليفربول كويسه، ليدز يونايتد حلوه فشخ. يعني ليدز يونايتد عقدت اتعادلت مع سيتي 1-1، يعني عملت ماتش جامد جدا. عايز اقول لك، انا والله انا خايف من كل الفرق بجد، انا خايف من كل الفرق بجد والله. انا خايف من ليدز، انت متخيل ان انا خايف من ليدز يونايتد؟ هتقول لي لا ما انتوا لعبتوها، اقول لك في العوده انا خايف من ليدز يونايتد عشان بيلسا مش هيسيبنا، والله ما هيسيبنا. ده زمان قاعد دلوقتي بيعيط، ازاي انا ما عملتش سكور على الناس دي؟ ازاي؟ انا مش متخيل والله، يعني انا مش عارف، اقسم بربي انا اتلخبطت والله، والله العظيم اتلخبطت والله. ما بقتش عارف احنا لعبنا مين ولا لعبناش مين، هم اللي فاتوا مش عارف 4 5 جولات، ما بقتش عارف احنا لعبنا مين ولا لعبناش مين. انا حتى الماتش اللي كنا كسبناه بعد الحكم ما صفر، يعني انا ما فهمتهاش برضو دي. يا عم الحمد لله الحكم صفر، بعد كده راح رجع بص للفار قال لك لا ده في ضربه جزاء هناك اهي، هناك فين؟ هناك اهي، انت مش شايفها هناك اهي، هناك اهي فين؟ اهي فين؟ طيب مش فاهم، ما علينا يعني ماشيه كده والله، ماشيه كده. هوبا بدايه الدوري الانجليزي، واليونايتد وكريستال بالاس 3-1 لكريستال بالاس. ايه اللي حصل؟ لا عادي، يعني تخش فيك في 3 مباريات 11 هدف، يعني لو نقول 11 هدف كل 3 مباريات نضرب في 10 عشان 30 مباراة مثلا، يبقوا 110 هدف. شوف والله العظيم حاجة، يعني حزن، نادي حزن والله. ما كناش كده اقسم بالله، يعني واحد مستاء وزعلان، سيبك من الواحد يعني بيهرج شوية او بيضحك او، بس الواحد فعلا متضايق جدا. موضوع مقرف، موضوع ممل، موضوع وحش لما تشوف ناديك اللي انت بتشجعه من صغرك بيحصل فيه كده. فتخيل بقى ان انا مانشستراوي بشجع مانشستر يونايتد وفي نفس الوقت انا زملكاوي. كان معكم عمر اطفال، خلاص ان شاء الله فيديو جديد، سلام.